الصوت كويس كده؟ ها، مفروض انه كويس لانه ها يا مي قالت لي كويس، راحت الاوضه اللي هناك وقالت لي كويس، لانه في انسانه عزيزه عليا جابت لي البتاعه دي اللي انا حاططها عشان ما تستغربهاش. قلت لها ايه دي؟ قالت لي دي حطها في اللايف وهو هيبقى كل حاجه كويسه. ف كل حاجة هتبقى كويسة اهو. انا عايز اشيل الحاجات اللي بتطلع دي، تتشال ازاي؟ لا طيب اوكي مش مهم. في واحد من الأولياء المبكرين، يعني الروحانيين الكبار في تاريخنا، الناس كانوا مسمينه سمنون المحب، لأن كل كلامه كان في المحبة. وله أشعار صغيرة كده جميلة جدا. وزمان كان عندي 21 سنة تقريبا، شفت قصة عنه في مخطوطة في مكتبة بلدية اسكندرية هنا قبل ما ننقل المخطوطات بتاعتها، يعني المكتبة الكبيرة. المهم، يقال هم سموه سمنون المحب. ليه؟ لأنه كان مرة بيتكلم في المحبة في المسجد، فتشاغل الناس عنه، يعني قعدوا ايه يحكوا اللي جنبه وبتاع. فهو راح باصص كده للثريا او الاناديل يعني اللي في المسجد، وقال ايتها القناديل اني اتحدث اليك انت، بانفعال شديد فتكسرت. فمن ساعتها سموه سمنون المحب، بس هو كان بيسمي نفسه سمنون الكذاب. ليه؟ راح قال بيتين شعر كده لطاف قوي، بيقول وليس يرجو سواك قلبي، فكيف ما شئت فامتحني، إن كان يرجو سواك قلبي لا نلت سؤلي ولا التمني. يعني لو انا عايز اي حاجة غيرك، غير المحبوب يعني، يبقى رجعوا بيقولوا الصوت يا مي، نعلي الصوت كده. الصوت كويس؟ طيب روحي كده جوه وقوليلي سمعاني من هنا. دي مي بنتي، بكلمها بتظبط معايا الحاجات. المهم، فلما قال البتين الشعريتين دول أصيب باحتباس البول، فكان حسب ما جه يعني في القصة في المخطوطة، فكان يدور على الكتاتيب ويستعطف الصبيان قائلا ادعوا لعمكم الكذاب. فبدل سمنون المحب بقى سمنون الكذاب. لما قريت الكلام ده في المخطوطة يعني ابتسمت كده، يعني أصيب باحتباس البول. كنتش عارف أنا بقى إيه حكاية احتباس البول ده، لحد ما حصل اللي حصل. حد بيقول لي أنت عملت اللايف وقلت لنا إن في مشكلة كذا كذا، وما فهمناش هي إيه أصلها وإيه أولها وإيه آخرها. ما انا ما اعرفش اولها ايه واخرها ايه. انا زي ما قلت لكم كان عندي صيانات كده ودهانات في الشقه وحاجات، وبعدين فجرا لقيت بتسقط قطع كده من الدم المتكبد كده بشكل مفزع. ف
ما رحت المستشفى وعملوا القسطرة دي اللي هي كان مؤلم جدا، وفهمت بقى سمنون المحب ليه كان يعني متأثر جدا بحكاية احتباس البول دي، لأنها فعلا من أشد الآلام. حتى أنا كنت بحكي لكم في اللايف اللي فات إنه حد بيقول لي المرأة والرجل، فأنا بقول له يعني ألم الولادة، فبيقول لي طب ما هو ألم احتباس البول أعلى. قلت له لا، في حدود ما أعلم الولادة أشد، بس حد من الدكاترة صحح لي بعد كده وقال لي لا، هو قدرة المرأة على احتمال ألم الولادة أعلى من الرجل. المهم يعني إنه شيء مؤلم جدا. طب سببه إيه؟ ما عرفناش، لأن كان في رأيين. رأي بيقول طبيا يعني إن دي حصوة نزلت فجرحت فعملت نزيف داخلي، عمل قطع الدم دي، فقعدنا بقى لأن أنا عملت القسطرة دي وبعدين احتبس البول تاني يوم وعملت واحدة تانية، وكان يعني عذاب فظيع لا يحتمل. فرأي إنها حصوة. طيب رأي تاني قالوا البروستاتا. ايه البروستاتا دي؟ الجسم الانساني في غدد صماء وغدد قنوية. الغدد القنوية دي اللي هي بتصب يعني عصارتها عبر قناة زي البنكرياس مثلا، الجزراية دي شبه الجزرة كده، او الكبد، حتى في قناة بنكرياسية وفي القناة المراغية اللي بتاخد، بس في غدد صماء زي الغدة النخامية مثلا اللي في قاع المخ دي، المايسترو بتاع الجسم، وزي الغدة الكظرية مثلا اللي فوق الكلى اللي هي بتضخ الأدرينالين. وعند الرجالة بقى، مش موجودة عند الستات، غدة اسمها البروستاتا دي بتصب في مسار يعني مجرى البول، وبتساعد الماء الحياة عند الرجل يعني انه يتدفق. دي اللي وردت في الآية القرآنية ان الانسان يخرج من ماء، هو من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وانه على رجعه لقادر، يعني ممكن يحصل له ارتداد، وده بيحصل. فقالوا ده الاحتمال التاني، بس قعدوا يعملوا فحوصات وحاجات وكده، فما فيش اثر لا كريستالز ولا حاجات كده في تدل ان كان في، ولا البروستاتا حجمها. هو مفروض بيكبر مع السن، فالواحد اللي عنده مثلا 20 سنة بيبقى حجمها 20 جرام، وكل ما بيكبر في السن، فمفروض اللي في سني ده يعني يبقى مثلا ايه 100 جرام ولا حاجة، فهم شايفين في السونار 45 جرام. عملنا تاني وعملنا الأشعات تاني وقعدنا 3 أيام في عذاب ومفيش. قالوا طيب احنا مش هنعرف الا لما نشيل القسطرة. القسطرة دي حاجة مزعجة جدا طبعا يعني، ومؤلمة وحاجة نيلة، وهي نفسها بتجرح كمان، فلما تتركب مرتين يبقى المهم. فالنهاردة بقى رحت وشلت القسطرة، مفيش اي تأثير، فعمل فحوصات لا في حاجة في البروستاتا ولا في حاجة في الكلى ولا في شيء. طب ايه ده؟ مش حاجة. ولا الدكتور قال لي ما. قال لي خلاص هي حالة وعدت. لما رجعت بقى مبسوط طبعا، نزلت كده العيادة كانت في محطة الرمل، فلقيت واحد بتاع تين شوكي، وانا بحب التين الشوكي كده، فكنت لابس جلابية عشان اخبي القسطرة تحت كده. الجلابية الصعيدي دي اللي انتوا عارفينها ساعات ببقى فيها. المهم فثلاثة شباب كده جايين شكلهم اطباء او حاجة، طالعين من المستشفى الميري، فواقفين كده يقولوا لا هو، لا مش هو، لا. قلت له يا سيدي هو، والله هو لازم عند الدكتور.
وقوم سلم وكانت بس ما قدرتش بقى تقل في التين الشوكي كالمعتاد، وجيت نمت على السرير بقى يعني بسخ بقى لي 8 9 ايام بنام على الكرسي. فقبل ما اروح في النوم كأن كل اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي مش موجود. طب ايه ده ايه ده؟ بسأل نفسي يعني. فجاني خاطر ما جايز ده يعني تجربة للتحقق بمقام، وخلق الإنسان ضعيفا ربما. على كل حال ما عادش بقى خلاص 16 دواء دول بقى هم دوايين بس، واحد مش عارف زي مضاد حيوي كده عشان لو في اي اثار يعني تروح، والتاني مش عارف ايه كده بس يعني الحمد لله اختفت المشكله. فانا قلت بقى بالمناسبه الكويسه دي نقعد نتكلم شويه، واقول لكم كمان على انه يوم الجمعه اللي جاي في اسكندريه هنعمل جلسه طبعا مع مراعاه كورونا والتباعد الاجتماعي وكده، فيعني يبقوا الحاضرين مثلا 6 7، وتاني يوم نشوف كده ممدوح يصورها وينزلها على اليوتيوب. وهتبقى عن ايه؟ عن الروحانيه اللي هي سنه الروحانيه بين الالحاد والتدين، وكيف ان حركه الروحانيه حركه عروجيه بينما حركه الالحاد والتدين حركة بتمتد في شكل دوائر. الدوائر دي هي اللي بعضها بينتج المشكلات الكبرى اللي بتعاني منها الجماعات الإنسانية وبنعاني منها كلنا يعني. وإيه الفرق بين الروحاني وبين المتدين؟ وكيف يمكن لبعض مش كل المتدينين ان هم يكونوا مجرمين باسم الدين، او زي ما بسميهم صيع. انا قلت مرة انه داعش والعيال الصيع دي، فواحد من اللي هم بيرتزقوا بالكلام في ناس كده، وهقول لكم معيار عشان تعرفوهم. الشخص اللي بيرتزق بالكلام ما بيعملش حاجة غير الكلام. يعني مثلا في عندنا في مصر شخصيات وفي الوطن العربي شخصيات مؤثرة وبتكلم الناس احيانا، فبيطلع واحد مثلا زي الدكتور محمد غنيم بتاع الكلى اللي في المنصورة. الكلى ملهاش علاقة بحالتي والله، انا معجب بيه اصلا. او فلان الصحفي الكبير ويطلع يكلم الناس شوية. هو ليه شغل أصلا إذا كان أديب صحفي طبيب مهندس مش عايز أقول أسماء عشان يعني ما زعلش الباقيين، بس بيبقى له مشاركة في الرأي العام أو في الواقع العام. هذا يسمع منه ويؤخذ منه ويرد عليه. إنما الناس اللي هي قاعدة تتكلم بس، هي شغلته إنه يتكلم، هو ما بيعملش أي، لا بيطلع كتاب ولا بيراجع بروفات ولا بيروح لمراجع، هو بس إيه يقعد يتكلم. فواحد من دول ما يصدق بقى يلاقي كلمة، فقعد يعمل شوية حلقات تلفزيونية على انه ازاي انا اقول على العيال المجرمة دي الصيع دي صيع، دول دكاترة ومهندسين وفلان معاه دكتوراه وفلان. انا ما بردش على الناس دي، بس يعني كان نفسي يا اخي افتح القاموس شوف كلمة صايع معناها ايه وانت تفهم كلامي في اللغة العربية اللي هي مفروض لغتنا يعني، مش حاجة جايبها انا من
صاع يصيع صياعة، يعني انفرد عن القطيع. يقول صاعة الإبل يعني كل واحدة منهم راحت على زي ما بيقولوا مشيت على رأسها زي ما بيقولوا الصعيدة، أو صاعة الشاه يعني طلعت بره القطيع وهرجلت كده مع نفسها. فالصيع هنا اللي هم الفلتانين، ودول ناس فلتانين وإدوا الفلتان صبغة دينية عشان تبقى مقدسة يعني، وعشان تبقى مبررة. على كل حال مش هتكلم في الموضوع ده دلوقتي، يوم الجمعة نتكلم فيه بالتفصيل. بس حصل أثناء الفترة دي اللي هي كان فيها الألم الشديدة دي بعض أشياء يعني مجريات على الساحة العامة، بيسموها في الصحافة اكتواليتي يعني موضوعات الساعة، أو بيسموها دلوقتي الترندات اللي هي الحاجات اللي بتشغل الناس يعني، فممكن نتكلم فيها. بس في خبر تاني حلو كمان هقوله لكم، إنه أنا عملت 26 حلقة تلفزيونية هيتذاعوا في أول شهر 9 يعني بعد شهر ونص كده، وأظن إنها هيبقى لها فايدة. هي حلقات اسمها المتواليات، لأن بادئ فيها ببدايات تكوين العقل العربي تكون إزاي، وبعدين بمر يعني حاجة بتوديني الحاجة وحاجة بتوديني الحاجة وهكذا، فهي متواليات. وفي الطريق ده بنشوف بقى بواكير الكتابة العربية، وبنشوف التاريخ التاني اللي مش موجود في كتب التاريخ اللي درسوها لنا في المدارس بالوثائق يعني. هتشوفوا في الحلقات دي أوراق بردي فعلية مصورة ومخطوطات كتير قوي يعني استعنت بيها علشان أبين يعني أشياء، بدل ما نقعد نتجادل كده، لأنه الناس اللي هما بيتكلموا وبس دول طبعا كارثة، لأنه هو عايز يتكلم خلاص يعني هيصة وخلاص، وبعدين يعمل الترند أو اللي بيتسمى الترند. وهنا على فكرة في ملعوب كده صغير، انت بتشوف حاجة على اليوتيوب فعاملة مش عارف 600,000 مشاهدة و50,000 لايك ونايك وكلام ده، الكلام ده مكان اللي بيعمله من انا احتكيت بالمسألة دي عن قرب، وزادت بشكل فج بعد ثورة يناير 2011. الجماعة اللي هم اللي عاملين او اللي كانوا عاملين بتوع ربنا دول كانوا بيجندوا، مش بيجندوا، كانوا بيدفعوا 2000 جنيه للواحد، لانه في بعض ناس شباب يعني قريبين مني خاضوا التجربة دي، انه الولد او البنت وهو قاعد في بيتهم في اطراف قرية او في المدينة او في اي مكان بياخد في الشهر 2000 جنيه ايامها ما عرفش دلوقتي كام، ويعمل 40-50 حساب على الفيسبوك وتويتر وكده، وحد يقول لهم بالتليفون او في الرسالة مثلا هجموا كذا او اعملوا كذا وشوفوا حلقات كذا، فيقعد يكرر ويخش ويعمل لايك. فانت البريء تشوف ده تقول ده عامل مش عارف كام الف. وانا فاكر يمكن في 2013 اتصلوا بيا فعلا ناس يقولوا ايه عشان يحيوا صفحتي على الفيس، قلت له مش عايزها تتحي، عايزها كده لا نكتر العدد، قلت له مش عايز العدد يكتر، الشعوب ما بتتقدمش بالاعداد ولا لا بالعمق، عمق الاثر. المهم الناس دي بيشطبوا خلاص، فما تنخدعوش قوي بفلان او فلان اللي بيقعد يقول كلام فاضي فتلاقوا عليه عشرات ومئات الالاف من الاستحسان اللي هو اللايك ده او المشاهدات، فانت يتهيأ لك
انه ده نوع من التجارة بالوهم. فمن هذه الترندات الوهمية غالبا طلعت، كنت اتابعها بين في فترة التعب دي، في لحظات الاستفاقات يعني اللي بين، فلاقي هيصة على التحرش. طبعا التحرش شيء بشع وله تاريخ، كان في الزمن اللطيف لطيف يسموه المعاكسات، وبعدين منهم لله بقى الناس اللي طلقوا. لا خلينا اشرح لكم الحتة دي. لما حصلت الثورة وحصلت الخلخلة المجتمعية بقى في صراع قوى كتل، فكانت الكتل الدينية، طبعا هي ملهاش ولا دينية ولا بتاع، دي الكتل الملتحية بيلجأوا لأخس الوسائل، ومن ذلك ان يطرد من الساحة العامة او ساحة الفعل الاجتماعي اللي هم اهل الاستنارة والمش، اللي منهم بقى البنات اللي بتلبس بقى نص كم ومش، هم شايفين ان كده عادي، فيطلعوا عليهم العيال بتوع العشوائيات، مش عارف يمسك صدرها يعمل مش عارف ايه، ودي حالات الناس بس بتنسى بسرعة. كان الغرض منها ان دول ينسحبوا من المشهد العام، فيتفرد ابو اسماعيل بقى وابو حسنين، ويجيب بقى البهيمة الجاموسة يذبحها عند الحصار مدينة الاعلام، ومدينة الاعلام طبعا غير قابلة للحصار اصلا وليها بوابات كتير، بس كان كله بكش لإيهام الناس بأن هم قوة مؤثرة. وأول ما تبخ فيهم كده اختفوا، بخ مفيش، كله دخل الجحور، وكل كانت أفعالهم اللي بعد كده مش عارف يحط قنبلة زيتية الصنع، ساعات تنفجر فيهم هم وساعات تنفجر في قهوة مثلا. طب يعني ده مصر فيها 100 مليون بني آدم، يا أخي افرض قتلت 1 مليون لا قدر الله أو 2 مليون هتحكم؟ ما هو في 98 مليون هيقولوا لك لا برضو. المهم في الوقت ده طلعونا العيال دي، والتحرش التحرش التحرش، كل مجتمع فيه نسب التحرش. وأنا أيامها حتى خدت موقف يعني راديكالي قوي، وقلت في ساقية الصاوي، بعضكم يمكن حضر الكلام ده، قلت كلام يعني كان يعني متطرف، انه البنات ما تقبلوش كان ساعتها بقى الدنيا فلتانة خالص وسقوط امني وبتاع، وكان في العصاية الالكترونية دي بتتباع في الشوارع، قلت لهم هاتوا البتاع دي 70-80 جنيه، ولما عيل يعمل معاكي كده اضربيه بالبتاع دي فيقع اضربيه تاني عشان يموت وتمشي. حد قال لي خد بالك الكلام ده يحاسب عليه القانون لان ده تحريض على القتل. قلت له ما ها طب بس يجوا يحققوا معايا فنقعد نتكلم كده، فعشان المسألة تنتشر يعني، وإلا ما احنا كمان ده كانت البنات جالها رعب ايامها لو تفتكروا في 2012، ودلوقتي احنا في بقاياها. والنسبة في مصر، ما هو الشارع هو قدامنا، وانا عمري ما بعدت عن الشارع في مصر يعني. في طبعا الظاهرة دي زي ما هي موجودة في اي حتة، والقصص الانسانية طبعا فيها البشاعات بتاعت التحرشات والاغتصاب زي ما هو موجود، بس ما فيش معنى ان احنا نبقى كأمة يعني كعرب ككل وكمصريين في أزمات زي دي، وبنحاول نقوم وبنعمل مش عارف مساكن للناس بتوع العشوائيات، وبنواجه مش عارف ايه، وعندنا اللي بيحصل في ليبيا والقصص اللي احنا عارفينها كلها دي، وتبقى الهاجس الرئيسي التحرش 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 التحرش،
يا جماعة مش كده. هو طبعا قضية ولازم يبقى فيه قوانين يعني حاسمة وعقوبات مغلظة، أنا مع هذا تماما، بس مش سيرة بقى يعني التوك شوز والفيسبوك والمش، هو ما عندناش قضايا تانية شغلانة ولا إيه؟ الهم اللي جنبنا ده في ليبيا ده إيه؟ يعني وده خدوا بالكم مش بعبع سياسي، أصل كل شوية يقول لك إيه ده، أصل الحكومة بتعمل حاجات ده عشان تخوف الناس، حكومة إيه؟ ده هم جاينا من السماء، وأنا هتكلم دلوقتي بعد شوية عن حكاية آيا صوفيا أو القصص دي عشان نقصلها بس شوية، لأن بعض الناس بتاخدوا الأمور من على الوش كده فمتبقاش يعني فاهمها. فكانت طول الأيام اللي فاتت دي العشرة أيام أو الأسبوعين وشاف المسألة بتزيد، طيب خلاص غلظ القوانين، إنما ما تبقاش هي كده، ما ده 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 واحد ناشر أعرفه قبضوا عليه النهاردة بيحققوا معاه عشان في بنت كاتبة اتهمته إن السنة اللي فاتت بالتحرش، هو أظنه 70 سنة يمكن أو فوق 70 وضعيف جدا وفي أمراض كتيرة قوي. طبعا هو في تحقيق مش هنتدخل فيه، والبنت أنا مش هكدبها يعني وأقول إنها بتعمل بروباغندا يعني بعد سنة من الواقعة، إنما صعب عليها قبول برضو الفكرة. يعني محمد هاشم بنيانه حتى ضعيف، ازاي هيمسك بنت ويبصها بالعافيه دي تزقه بصباعها كده يقع؟ ده بيقولوا عليه بالانجليزي شاكي قوي يعني. وبعدين امال الامارات اللي بيقعدوا ويباتوا عنده دول يعني ما تحرجش. المهم عايزين نتعقل شويه، انا مش بهون من الظاهره ومش بخفف منها، لا هي حاجه بشعه وحاجه المفروض تنتهي بس كمان يعني لازم نبقى متوازنين شويه، هي عندنا قضايا ملحه ووباء وانا قلت اول السنه وبقول تاني مشكله كورونا او الاوبئه يعني فيما يأتي بعد فترة الكمون الصيفي إن شاء الله، طبعا ما يحصلش حاجة بس هو في احنا شهر 9 قرب اهو، ف يعني على الأقل يعني نتخذ العدة، هل جهزنا حاجات، هل والحاجات دي مش هتخسر التجهيزات الطبية دي قضايا حقيقية، متابعة الحالة في ليبيا، اللوجيستكس اللي بيحصل لأنه البني آدم ده مجازا لاسمه أردوغان، عشان بس تبقوا عارفين الحكاية، أنا لا أنطق باسم الحكومة على فكرة ولا لي شأن فيها، وساعات كتير باخد موقف معارض منها ويعني أشكر لرئيس الجمهورية أنه بيتحملني أحيانا لأنه عارف أن أنا مش عايز حاجة، فلما بشوف حاجة مش عجباني بقول ان ده مش عاجبني، بس اللي بيحصل في ليبيا ده ما ينفعش الاختلاف فيه، لا لازم نبقى عارفين ان ده بني آدم مش عايز انفعل وقول كلام بس مش كويس، ونفسه يجرنا فخ مصيدة لحرب على الارض عشان يجيب لنا بعد كده العيال الصيع العرب الافغان دول والشتات بتاع داعش ويرمهن بقى، ويبقى انت عندك جيش نظامي داخل ولو سيستم ودول حرب عصابات وانتو، قال يعني احنا في مصر، انما ان يواجهنا لا مش هيواجهنا ابدا، عمر الاتراك مواجهوا المصريين وانتصروا. تومان باي ده والفيلم الهندي اللي اتعمل في المسلسل ده مماليك كانوا بيحاربوا مماليك، الناس دي معرفش عبيطة ولا مش فاهمة حاجة ولا ايه، وزعلانين على تومان باي بيعيطوا، بتعيطوا على ايه؟ دي حاجة متخصناش في حاجة.
اول مره يبقى في جيش في مصر كان محمد علي، ومحمد علي بجيشه المصري ده لما واجه الدوله العثمانيه هزمها. ولولا مؤتمر لندن كان محمد علي دخل القسطنطينيه او اسطنبول. فبالتالي احنا عندنا قضايا اهم والح واخطر وتاثيرها علينا والاجيال اللي جايه، فخلينا نضع كل شيء في موضعه. وطبعا مساله التحرش دي وبشاعتها لازم تتخذ فيها تدابير يعني فوريه وعقوبات مغلظه، بس كمان ما نسرفش قوي يعني في، عشان احنا مش قوم مش سدوم وعموريه يعني، ما الناس هي ماشيه الشارع. ومن ضمن الحاجات الاكتواليتي دي او البتاع، لقيت واحد مسكين يعني وعنده مشاكل مع نفسه ومع الكون ومع ومحدش مهتم بيه، فعمال يهاجمني. طيب انا بشوفه بيهاجمني، مش حاجه جديده يعني. وبعدين راح قال ان هو عامل كتاب ضدي، فالشباب اللي هم متحمسين اللي قعدوا يرد عليه. فكلمت واحد فيهم قلت له النبي قول الجماعة دول انا مش قادر مش مستحمل دلوقتي في قول لهم يبطلوا. قال اصل ده عايز يشتهر على حسابك. قلت له يا سيدي ما انت بتساعده اهو، اصله هيعمل كتاب. قلت له ما يعمل يعني، ما انا في عندي جوه 12 او يمكن 14 كتاب متألفين عندي، عن نصهم بيهاجمني. وفي جامعات العالم في 40-50 رسالة ماجستير ودكتوراه عن شغلي وعني وكده. فإيه يعني لو حد هو مش هيعمل ولا حاجة وبيبكش، بس يعني افرض عمل يعني إيه اللي هيحصل؟ ما يعمل يعني، ربنا يهديه بقى وخلاص، أو يكرمه بحاجة أو تجيله ما عرفش جايزة ما عرفش، أو حد يديله قرشين يكون يعني ما عرفش، بس يسكت هيسكت. إنما أنا مش هقعد أرد على حد ما بيقولوا كلام سخيف كتير. بس كمان خدوا بالكم يا جماعة، أنا تعلمت من ناس كويسين. مثلا طول تاريخ الأدب العربي محدش يتهاجم قد نجيب محفوظ. لو شفتم الماركسيين عملوا فيه ايه في الستينيات، بهدلة هو ولا هو. هنا لما خد جائزة نوبل بعض الناس احتقنت وقعدت تشتم فيه وبتاع، هو ولا علق حتى. ولما كان يجي في اسكندرية هنا فنقعد في الجنينة دي اللي بنوا مكانها المبنى البشع ده اللي فيه الفور سيزونز اللي في سان ستيفانو، فتيجي مثلا سيرة حاجة زي كده او واحد قايل عليه كلام مش كويس او بتاع، فيقول ويعمل كده. ولا عمري سمعته. الدكتور عبد الوهاب المسيري عرفته 15 سنة عن قرب، واشتركت معاه في الموسوعة اليهودية وكنت بعرضه كتير، ويقعد يبتسم كده ويقول لي بس انا اصل شايف كذا كذا. اقول له يا دكتور ده كلام ارسطو. يقول لي طب ما متاثر بيا كده ده. ولما لقيني زودت في الانتقادات ومش عارف ايه، انا اتكسف شويه اقول له معلش يا دكتور اصل هو. يقول لي لا قول يا جنرال انا سامعك يا جنرال. ولا حد منهم فزع ولا عمل الخيبه الناس قاعده تتخانق. ما تكتبوا، ما تشتغلوا حاجه، ما تشوف شيء مفيد يا اخي. انت قاعد للسقطة واللقطة كده والتاني راح عمل لك ايده كده وقال المرأة حضرتك اقعدي في البيت، خلصي كليتك وقعدي معززة مكرمة في البيت. انا شفت الكلام ده وانا في المستشفى، وكان في طبيبات كتير عمالين يجروا دول خط المواجهة. قلت طب دول يروحوا ازاي يعني، وانت يا ما منتوف الحاجب انت ها
هتأكلهم لما يروحوا؟ لما يكون واحد عنده موظف عنده بنتين وكدح عشان يعلمهم، وبعدين دي اشتغلت موظفة في بنك ودي اشتغلت مش اي شغل، يعني انت هتقعدهم في البيت ان شاء الله وهتأكلهم ولا هتعمل ايه بالظبط؟ قال اقعدي بيتك معززة مكرمة، لا جعانة وعريانة، عشان امثالك اللي ما بيعملوش حاجة في الدنيا الا ان هم يتكلموا. وطبعا بتجيلهم بقى الحاجات مش من اليوتيوب ومن مش عارف والكذا فده يا جماعة ترند وهمي، ما تقعوش في المطب ده، ده بكاش ومؤيديه الموهومين دول اللي بيبهرجوا عليكم. طبعا له مؤيدين لان في بقر كتير في المجتمع، بس ده مبالغ فيه، وهجومكم المتوالي عليه ده هو اللي بيحفظ حياته. يقعد طب يعمل كتاب في أصول الدين ده إذا يعرف يعني، إنما الكلام اللي على القشر ده والتيشيرتات اللي مش عارف الإيه والعضلات الإيه، يا سيدي ماشي عضلات عضلات ما حلو، بس اعمل حاجة مفيدة بقى. مفيش حاجة عندنا اسمها واحد بياخد مرتب عشان هو رجل دين، يعني يخفوا شوية بقى. وكان من ضمن المجريات دي، أنا طبعا أي حاجة بتخص المسيحيين بمسها يعني برفق شديد، لأن أنا عارف إن في بعض الناس فاهمين إن أنا ضد، أنا والله لا ضد المسيحية ولا اليهودية ولا ضد أي حد، وبحب كل الناس فعلا، مش كلام كده بقوله عشان لايف ومش لايف، وما عنديش تفرقة لما بعرف حد بين انه ده مسلم ولا مسيحي ولا مش عارف، ولا بيخطر في بالي الكلام ده. فبالتالي الامور المسيحية بمسها يعني على هون علشان مش عايزهم يزعلوا مني. بس يعني من 3 ايام الكنيسة احتفلت، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اللي هي المصرية، يعني المصرية دي مش دقيقة قوي بس ماشي، اللي هي البطرخانة اللي في العباسية، احتفلوا بالبابا كيرلس عمود الدين. طب ايه المناسبة؟ مش معنى يعني السنة دي يعني. أولا هو ما كانش ساعتها اسمه البابا، كان اسمه الأسقف العام أو البطرك، إنما مش هنقف عن بابا، ودي جت بعد الانشقاق الكبير. طيب هو مش كيرلس عمود الدين ده هو اللي عامل الأناثمة، كتاب اللعنات اللي هو بيقول ببساطة الكلام ده اللي هو يعني اعتقاده، يا تؤمن بيه يا تبقى ملعون، وملعون بقى يعني ايه؟ يعني بهدلة. الان ببروتوريوس عشان اللعنات دي تقطع هنا في جليم، في ميدان جليم بالصواطير. طيب يعني من غير بس ما تزعلوا النبي، انت عندك في تاريخ الكنيسة مثلا حنا الرحوم، حنا الرحوم ده أسقف عام للروم الأرثوذكس أو للأرثوذكس المصريين يعني، بس ما كانش بيفرق بين الكنائس، وكان تاريخه معروف، ابحثوا عنه على في جوجل هتلاقوا تاريخه، وأنا ذكرته أو اهتميت بذكره في مشهد في رواية النبطي. حنا الرحوم شخصية فعلية، طب ما ده اللي نحتفل بيه وبذكراه وبأثاره، لأنه أولا ده بيمثل الأرثوذكس كلهم سواء كانوا روم أرثوذكس أو أقباط، وطبعا كان موجود قبل انشقاق الكاثوليك عن الأرثوذكس، وبالتالي فهو خطاب يعني روحاني
ومسيحي عالي جدا. يا أخي يوحنا فم الذهب أو ذهبي الفم أسقف أنطاكيا، ما هو أكسوزوكسي برضو. يعني هو ده ما ينفعش؟ يعني هو لازم ما نحطش قدام عيوننا إلا اللي بيقتل واللي بيعمل واللي بيلعن واللي إيه يا جماعة؟ يعني وبعدين بنشتكي من ان يطلع لنا بقى الافرازات اللي هي الإجرامية دي، ما ينفعش كمان، ما احنا بندي المادة. وبعدين الجهل، بمناسبة الجهل، النهاردة صديق ليا عزيز هتلاقي على الفيسبوك بيعمل عنده صفحة كده محدودة بس يصح انها يعني تشوفوها، اسمه وجيه ميخائيل. هو بيكتب اسمه وجيه ميخائيل بالانجليزي، يعني انا عارف ان اسمه بالكامل وجيه يوسف ميخائيل فانا. ده قسيس بس من الجماعة اللي هم الانجليين البروتستانت دول، مش بيلبسوا يعني مسوح الرهبان ولا الحاجات دي. فحاطت بيت شعر لامرؤ القيس، معمول منير شعراني الفنان الكبير عمل لوحة للشطرة بتاعت اللي من معلقة امرؤ القيس اللي هي مكر مفر مقبل مدبر معا حاجة، لا أو يا أيها الليل الطويل الأنجلي، حاجة شطرة يعني من القصيدة. فكاتب إيه؟ لوحة فنية لشطرة من قصيدة الشاعر العربي المسيحي امرؤ القيس. فواحد دمه خفيف داخل، ما عرفش كتب له بالانجليزي ولا بالعربي، بالعربي اظن، قال له دلوقتي انت قسيس وثقافتك انجليزيه، فلو سمحت اكتب بالانجليزي، ومش عايزين احنا تاريخ المسيحيه العربيه دي خالص. بيهزر يعني، بس طبعا دي سخريه مؤلمه، لانه انت لما ما تعرفش تاريخ المسيحية العربية مش هتعرف حاجة ولا هتعرف الإسلام يعني. على كل حال أنا حبيت بس بعد ما يعني أحزنت بعضكم الأسبوع اللي فات بالأخبار السيئة، إن أقعد معاكم شوية دول علشان نحكي وأطمنكم إنه خلاص الأزمة انتهت، ودلوقتي مي بنتي أهي جاية بقى تبيت معايا، وهاخدها وهننزل نتمشى على البحر نشم هوا حلو ونشوفكم في مرة تانية. عندنا جلسة بقى يوم الجمعة، وبعديها بشوية ننزل القاهرة ونعمل جلسة تانية، بس هتبقى محدودة العدد 6 أو 7 يعني، لحد ما نلتقي في الحلقات اللي قلت لكم عليها دي. واظن هتشوفوا فيها يعني، ارجو انها حاجه مفيده، لان هنشوف تاريخ تاني، وهنشوف الفرق بين النص وتفسيره، وكيف ان النص مهما كان مقدسا فالتفسير مش مقدس، وانه سورة الفيل ملهاش دعوه بابرها، ولا ذو القرنين ليها دعوه بالاسكندر، ولا وليها دعوة بمين؟ جايب لكم الوثائق يعني الحاجات الأساسية، وحاجات بقى لطيفة زي كتاب البلهان بقى، وأظن في حلقتين عن تاريخ الكنيسة. أنتوا عارفين لما جيت أعمل الحلقات دي اللي هتشوفوها قريب عن تاريخ الكنيسة، طلبت من واحد أسيس صديق لي أنه يحضر التسجيل، علشان لو أنا قلت حاجة وأنا مش قاصد يعني وتكون تجرح مشاعره يعني كمسيحي، يبقى ينبهني. وخلصنا الحلقة ولا الحلقتين، وقال لي لا مفيش أي حاجة، بس هو ده راجل بيفهم يعني. الخوف من اللي ما بيفهموش، ومهما كانوا قليلين، خدوا بالكم لو احنا كأي مجتمع في 5% بس معطوبين واتطلقوا، هيبقى وزو الدنيا. فيبقى لازم في ضبط اجتماعي، مش يقول للشريعة في قانونه،
في مدونات قانونية وفي محاكم وفي نظام، وأي حد يهدم النظام يبقى بيهدم الحضارة. نتقابل بقى في مرة تانية عشان ننطلق بقى بعد الوعكة دي. شكرا شكرا.